قصة نجاح تعود إلى أكثر من 65 عاماً. أنشئت شركة الوليلي لتصبح بفضل الإصرار على المحافظة على سمعة الشركة في الأسواق المحلية والعالمية، واحدة من أكبر الشركات في مجال استيراد وتصدير المواد الغذائية في مصر. وقد حصلت الشركة على شهادات جودة عديدة، من ضمنها الأيزو 9000 و OHSAS. تأسست شركة الوليلي للحاصلات الزراعية التابعة لمجموعة الوليلي لتعمل على تسهيل عمليات الاستيراد والتصدير في مجال الحاصلات الزراعية. تقدم الشركة أيضا منتجاتها الخاصة أرز وسكر، دقيق، بقوليات وتوابل للسوق المصري المحلي. وتستهدف مجموعة الوليلي للحاصلات الزراعية رفع صادراتها إلى 46 مليون دولار بنهاية العام الجاري، مقابل 40 مليون دولار العام الحالي، بزيادة 15% حسب ما يقول رئيس مجلس إدارة الشركة المهندس مجدي الوليلي، والذي يشغل أيضا عدة مناصب أخرى، منها عضو غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية ووكيل المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، بالإضافة إلى كونه نائبا لرئيس شعبة المصدرين بالغرف التجارية.